يعني الدكتورة لسه بتقول هنا 250,000 فدان هيدخلوا لزراعة القمح السنة دي عن السنة اللي فاتت. المفروض كانوا 400,000، مش كده يا محمد؟ كانوا كام؟ 400، والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو احنا نجحنا، لو احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله. ده بعيد عن الرقعة القديمة، بعيدين عن الدلتا يا دكتور مصطفى. احنا بنتكلم هنا على الدلتا الجديدة، وبنتكلم على توشكا وشارع العوينات. معناه ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان، معناه في زرعة واحدة هدخل من 2.5 ل 3 مليون طن حسب قدرتنا في الزراعة. فانا عايز اقول ايه، ان في القطاعات المختلفة الدولة شغالة فيها كلها، مش غفل يعني، لا تخفى القطاع، لا تخفى القطاع، اتصالات، تعليم، صحة، صناعة، زراعة، ما فيش قطاع احنا سايبينه. بس وانا مش هقول ان الاعلام ما بيغطيش ده، فمن فضلكم غطوه كويس، لا مش هقول كده، لكن انا بقول للناس ما تتعودوش ترددوا اللي بيتقال لكم، يترمي لكم كده فانتوا تاخدوه وتقولوه، لا، مع الوضع في الاعتبار ان البيانات دي كلها متاحه برضو على موقع مجلس الوزراء وعلى الوزارات المختلفه. يعني لو دخلت على النقل هتشوف، دخلت على الكهرباء هتشوف، دخلت على الزراعه هتشوف، او على الموقع بتاع رئاسه الجمهوريه. توقفوا كتير قوي على اننا كدوله نوفر مليون فرصه عمل سنويا زياده عن دلوقتي. ازاي وبكام؟ ده احنا مش بنخوف بعض، احنا مش بنخوف بعض. ولما انا طلبت من الدكتوره هلا، ما هم بيقعدوا يخوفون، انا بيقول لي في المكتب هو الدكتور مصطفى يخوفون انا. طب قلت لها طب ما تخوف الناس، انت جايه بتقول المحاضره دي للناس. احنا ما بنخافش، عارفين ليه ما بنخافش؟ اولا عشان معانا ربنا، وان ده اقصى حاجه ممكن نعملها، ثم وده كلام مش مجاملة، معانا ناس في مصر حريص على بلده. مش بتكلم على مسؤولين، كل إنسان في مصر مسؤول، أنا بتكلم عن المصريين. بس احنا بنحطكم في الصورة يا مصريين عشان تعرفوا ان احنا بنحاول نخفف بالإمكانيات اللي موجودة عندنا. وزي ما الدكتورة قالت كده، ثلاث سنين دلوقتي، ثلاث سنين، سنتين كورونا الدنيا اتلخبطت فيها خالص، واحنا كنا متماسكين، والسنة خلصت خلاص، احنا دخلنا في 12 بتاعت الأزمة الروسية، واحنا برضو الحمد لله متماسكين. ولازم تكونوا متأكدين ان ربنا معانا، وما تخوفنيش تاني يا دكتورة هالة. شكرا جزيلا.